السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونوا ديما بخير باحسن الاحوال. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو الروتين تاعنا اليوم، نديروا المسفوف بالخضار ونزيدوا نديروا ثاني ان غاتا بالشوفلر والبطاطا. الزلفلة والمرحبا يسوون الساقي كان نخدم فيه مخلط الخضراء، نرنو الغاتا الشوفلر يوقد البطاطا. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا راني نفور في الشوفلر، هنا راني درت له شويه ملح. دقي انا قلي دير دير دسفور ويا شوفلور، خد مع شويه الملح هذا الجغا دي فور نات سبط دقمان بالملح كي نحمل غسفورة. خد مع دقي انا شويه فلفل بركان، هنا درت له شويه فلفل كحل ودرت له شويه القزبر، هنا الكركم. تقدري ديري ثاني الكمون، كل واحد يتبل كيما يحب. هنا التوابل اللي يرجع ليك. بعد ما دبلت شويه البصله نزيد لا فيوند داشي نملح ونتبل. ذاك كي انا غميت بشوط البصل راني غاس لا فيوند داشي اتملحها وسنو شوط لي زيبيس. هنا بعد ما طاب الشوفلر نحطو هكذا في الطبسي ونمرسو. انا ديجا وجدت البطاطا ثاني كرازيتها ونديرهم داخل البلا ونديرهم هنا نديرلها شويه كمون وشويه معدنوس ونديرو نديرهم في البلا، نديرلهم اللحم المفروم ونزيد نغطيهم ثاني بالشوفلر والبطاطا، نزيد عليهم طوماطيش ولا لاصوص طوماط، ندير عليهم شويه تقدري ديري الفخوماج. انا درت لهم طوماطيش ودرت عليهم شويه معدنوس وشويه زيتون. هنا بعد ما مرست الشوفلر والبطاطا الفلور ياكل البطاطا كانت زك خفيفه، كانت زك خفيف لا بيوري. ومن بعد خد مغدي البلا نص شوفلور نص البطاطا، اسرنو وين في سوفلا لا فيونداشي، اسرنو غنغمغ الشوفلور ياكل البطاطا، اسرنو غدا صوص طوماط، اسرغو الكوشا جوست ما دي بو تطفي ماني سكا كي لا بيوري تي تكسر دايني.
هنا ندير لها لاصوص طوماط، نزيد لها شويه معدنوس وشويه زيتون دي نوايوتي اللي تحب دير الفرماج ديال. هنا نكتفي برك بلاصوص طوماط ونخلي في الكوشاز جوست ما يشرب شويه لاصوص ونحيه. دقي كي انا غنخدم طوماطش يعني لاصوص طوماط سنو شويه زيتون شويه المعدنوس ونقبل هذا نخدم ما فرماج هذا نخدم اثنر الكوشه جوست هذا طفي معني ثلاث المكس. الان نجوزو نديرو لو جو تاع القارص. انا حبيت برك نوري لكم انا نحي البوشور القارص نديرهم في البلاره نديرهم السكر ونخليه في الثلاجه وقت ما نحب ندير الحلوى نجبدو. لقيت انا نخدم غيدون لو جو القارص برك انا وندير لاستيسي خدمه غديكسر لو زيست سيترون اثر هكا ديت بواط تخدم السكر تجيك فريجيدار الوقت ما باخ مال الكاطو تي تجيب دغ ما نخدمها لو زيست تشينا ثاني ندير ثاني لو زيست تاع تشينا ندير له ثاني لا ميم شوز ندير لهم السكر ونخليه على جنب. هنا الفطور تاعي صار واجد ودرت ثاني العشاء درت المسفوف. داكي كان يمشي لي نغي بوا رني نخدم غدا داك كان سكسون اي منسيه او ندير ارسو فرث. والسلام عليكم.